هذه التعاونية هذه سنة 2010 اللي استفدنا منها من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الشطر الأول فيه 17 مليون ديال التجهيزات، الشطر الثاني كان 19 مليون ديال التجهيزات، بالإضافة إلى البناية اللي فيها تقريبا 34 مليون. هذه التعاونية كتضم أزيد من 30 مستفيدة اللي كتشتغل في الأركان ومشتقاته، في زيت الأركان ديال التجميل، كاين أملو، الصابون، الكسكسو الخماسي، الكسكسو ديال الشعير، الزميطة، أملو إلى غير ذلك. حصلت التعاونية على عدة شواهد فيما يخص الجودة، بما فيه شهادة ديال السلامة الصحية لونسا، شهادة ديال تيغواغ دو ماروك، شهادة ديال الاي جي بي، وشهادة ديال التصدير. كنشكروا جريدة تمازيرت بريس على المجهودات ديالها وعلى التعاون ديالها مع المشاريع ديال العنصر النسوي. كيف ما كنرحبوا بالزيارة ديال سيد العامل في هذه المنطقة هذه، ونتمنوا الخدوم ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم انه يكون بمزيد من التقدم والازدهار وكثرة المشاريع ديال الشباب والنساء ديال هذه المنطقة.